كلنا بنهتم بديكور بيوتنا، وعشان كده دايما بندور على الشكل الجمالي اللي بيتناسب مع راحتنا في المكان اللي بنعيش فيه. بس الديكور بشكل عام برضو علم وليه قواعد وأصول، من اختيار الطراز اللي سواء كان كلاسيك أو لأ، وألوان الحوائط والأساس والإضاءات وغيرها. يعني من الآخر بيوتنا عبارة عن حكاية بتعبر عننا وعن شخصيتنا، وده اللي بتؤمن بيه مهندسة الديكور داليا جابر، واللي هتاخدنا في رحلة جميلة ومفيدة جوه أحد البيوت اللي صممتها. تعالوا نشوف. أنا داليا جابر، انتيرير ديزاينر. خبرتي في المجال أكتر من 12 سنة. هنتكلم عن شقة من تصميمي وتنفيذي. الشقة دي هي ستايل المودرن. طبعا المنطقة اللي في الأول في بداية الشقة دي خاصة بالدليفري والعمالة، فأنا حبيت جدا وقت الديزاين إن أنا أعملها لهم بوظيفة تفيدهم وفي نفس الوقت تحقق الشكل الجمالي. فضفت مكتب هو شكله ستايل الكونسول مع جزمات ديكورية في المكان، وفي نفس الوقت بيفيد الأولاد إن هم يقعدوا للمذاكرة لو دروس أو أيا كان، لو في أي عامل أو دليفري أو كده. كده بندخل على منطقة اللوبي. منطقة اللوبي رغم ان هي منطقة ما تعتبرش كبيرة، بس كان هدفي فيها ان انا ادي احساس الفخامة مع الغموض مع الخامات اللي بتحكي حكاية عن نفسها. فوظفت اكتر من خامة مع بعضها، وظفت الموزايك خامات طبيعية جولد. المدخل كله او اللوبي كله كان الوان غامقة، فاللون الجولد خدمني جدا. وظفت الخشب برضو بألوان غامقة، وظفت الهاند ميد الرسم الطبيعي، كان مديني عمق في الكورنر بحيث ان انا ادي اتساع. دخلنا على منطقة الريسبشن، برضو حبيت ان انا استخدم عنصر اساسي او فوكل بوينت او نقطة مركزية اللي داخل يبص عليها. فأنا فضلت إن أنا النقطة المركزية دي تكون مكتبة رئيسية بطول 5 متر في الريسبشن. الريسبشن مستطيل، فأنا كنت حابة إن أنا أدي عرض شوية ليه. عملت المكتبة دي، ضفت فيها الخشب مع كذا لون في الخشب، اللون الطبيعي واللون الأسود والرسم الطبيعي. ده إداني عمق وإداني تركيز كبير جداً اللي داخل بيبص عليه. بالنسبة لي فرشت السفرة في أول منطقة لأن هي أقرب نقطة للمطبخ، وده أنسب مكان للسفرة كخدمة وكوظيفة أني أنا أقربها من منطقة المطبخ. وطبعاً فضلت أن أنا أعمل الريسبشن والسيتنج أريا الأساسية في الداخل، بحيث أن هي تديني مساحة وبحيث أن هي تدي اتساع، وتدي لو العيلة قاعدة أو ملمومة مع بعضيها يحقق لي الوظيفة مع الجمال. بالنسبة للإضاءات، أنا الإضاءات المباشرة زي ما قلنا، الإضاءات كنا معتمدين على إضاءات في السنتر بيسز، إضاءات نجف بشكل أساسي كضوء صناعي، واستخدمت السبوت لايت. طبعا استخدمت في الريسبشن الأكسسوريز واللايتس اللي بتخدمني كإضاءة. وبرضو من الحاجات اللطيفة جدا في البيت ده إن حتى الأكسسوريز اللي استخدمناها كلامبادير أو أباجورات كان باللون الأسود، فرغم إن اللون الأسود كتير بس كان توظيفه سليم. بالنسبة للستاير طبعا استخدمت ألوان فاتحة. لو نلاحظ ان اغلب الستاير باللون الفاتح، بس دخلت اللون الاسود في الكورنر عشان يديني عمق، وعشان اول ما ادخل احس ان الريسبشن اكبر من الطبيعي. بالنسبة للغرف طبعا الداخلية، من اول غرفة الليفينج كان يهمني جدا ان هي تحقق وظيفة ان العيلة تقدر تقعد في مساحة كبيرة، سواء العيلة الأولاد كلهم، وإن يبقى فيه تيبل خدمانة في السنتر، ويبقى في نفس الوقت الألوان هادية ومريحة. فاعتمدت على اللون الجراي اللي هو كلون محايد، دخلت ألوان بأكتر من لون في الكوشنز نفسها عشان يحسوا بعدم الرتابة أو عدم الملل، لأن اللون المحايد مش من السهل استخدامه، وليه تأثير ممكن يكون بيدي نوع من الاكتئاب شوية لو ما توظفش بشكل سليم. غرف نوم الأولاد، من الحاجات المهمة جداً اللي لازم أسأل عليها قبل ما أبدأ تصميمي عمر الأولاد. بحقق سن الطفل
من خلال اكسسوارز، من خلال رسمة بسيطة حسب ذوق الطفل وحسب دماغه. فهنا بالنسبة للبيت كان عندي البنت تقريبا بتراوح سنها سن 12 او 13 سنة، كانت مهتمية بالفاشن جدا، ده اللي انا حققته لها في الغرفة بتاعتها. اهتمت لها بمنطقة التسريح، اهتمت لها بمنطقة الستايل الفاشن، حققته على الحوائط. والبيز بتاعي لو نلاحظ ولو ركزنا هنلاقيه هادي وبسيط جدا. غرفة الأولاد اللي هم البويز أو الأولاد برضو سنهم سن الـ 14 سنة والـ 13 سنة، استخدمت العفش الطبيعي من الخشب الطبيعي نظراً لطبيعة الأولاد إنهم حابين شكل الأخشاب بشكل ما. استخدمت على الحوائط اتجاههم، هم كانوا حابين قوي الستايل الباسكت والستايل ده. توظيف الدولاب إني أنا عملت دولابين للأطفال وفي النص منطقة المكاتب. الماستر روم هنا لازم أفهم طبيعة صاحبة البيت كويس قوي، لأن دي منطقة الخاصة بيها. فهي كانت من الشخصيات الهادية الحقيقة المثقفة اللي بتحب تقرأ كتير، فحققت لها في أوضتها إن هي تكون ألوان طبيعية. استخدمت اللون الفيروزي اللي هو درجة من درجات المنت الغامق شوية، رغم إن إحنا خلفية السرير باللون الغامق بس كانت مديانة عمق ومديانة راحة ومديانة هدوء. استخدمت بقية الغرفة كل الحوائط بتاعتي اللون أفتح درجة من درجات المنت. في النهاية أحب أقول لكم إن كل بيت ليه حكاية وليه شخصية. الحكاية والشخصية دي بتبقى تبعة لأصحاب البيت، ما ينفعش إن البيت ده يناسبني أو يناسب غيري، لا، هو بيبقى معمول مخصوص حسب احتياجات وحسب متطلبات أصحاب البيت. فده اللي احنا بنحققه في التصميم وبننقله للواقع بيناسب حكاية أصحاب البيت.